عودة العنصرية المقيتة إلى الملاعب الجزائرية من جديد، وهذه المرة مع لاعب المنتخب الوطني وسد الصحراء هشام بوداوي. بعد خروج اللاعبين من غرفة تغيير الملابس، توجه هشام بوداوي إلى حافلة المنتخب، ولم يكن يدري أن في الطريق ضباعا مفترسة هاجمت اللاعب بكلمة سقجة تظهر مدى حقد البعض على كل ما هو جزائري أصلا، وخصوصا عندما يكون من الجنوب. الرد كان قاسيا من اللاعب هشام بوداوي على الصحفي، حيث قال أن القافلة تسير والكلاب تنبح، ونعم تحلبت لأنني جلبت النجمة الثانية للمنتخب وعمري 20 سنة فقط، فما الذي قدمته أنت؟ بوداوي الذي قدم من الجنوب الكبير واستطاع نجمه في كأس أفريقيا وهو في سن 20 سنة فقط، أصبح يتعرض لحملة سخرية ممنهجة من الإعلام الجزائري وسقطة أخرى للصحافة الجزائرية التي ما زالت بعيدة عن الاحتراف وقبلها التربية والأخلاق.